مباراه الاسماعيلي والاهلي اللي هتبقى مباراه مهمه جدا. الاسماعيلي بيمر بظروف مش افضل حاجه، الاهلي خلاص شبه توج بلقب الدوري، يمكن حتى بعد التعادل مع فيوتشر برضو الاهلي بيظل هو صاحب الحظ الاوفر. ولكن المباراه دي ايه المختلف فيها عن مواجهات الاهلي والاسماعيلي وقت ما كنت انت بتلعب كوره؟ لا اختلاف كبير. يمكن انا بقول لك انت داخل المباراه انت مش عارف مين اللي هيكسب، يعني وقتكم وقتنا احنا يعني، وبعدين احنا كانت بتبقى الدنيا صعبه جدا يعني. يمكن اسماعيليه الجيل بتاعنا كان لا كان الوضع مختلف تماما يعني. وانا حتى لما كنت اما انا مثلا انتقلت للاهلي لا ماتشات كانت بتبقى صعبه لوقت معين. طب دلوقتي ايه الوضع بقى؟ لا الاسماعيلي بينافس على الهبوط، اللعيبه بتاعتهم طول الوقت محطوطه تحت ضغط بتاعت الاسماعيلي يعني، عشان انت بتنافس على الهبوط. فانت لدرجه ان انت اسوان الماتش اللي فات بيلعب على ملعبك، انت اللي متعادل معاه وكنت هتخسر. فبقت انا شايف ان اللعيبه في اسماعيليه ما بقتش تقدر تلعب لعيبه الاسماعيلي يعني. طيب في الاهلي المقابل حصل تعادل من فيوتشر، احنا الاهلي عايز يخلص ماتشاته عشان يحسم بطوله الدوري خلاص ويبدا يشارك اللعيبه الثانيه اللي تقريبا استهلكت يعني. فانا شايف لا في فروق كبيره بين وقتنا والوقت دوت. لا هتبقى مباراه قويه للفوز الاهلي ان شاء الله.